مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامجكم في الصميم. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان. ومعنا في هذه الحلقة أحمد سالم البحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. سوف نتحدث معه حول هذه اللجنة، تحدياتها، آفاقها، وأيضا سوف نسأل عن ضيفنا أحمد سالم المحبيني في بعض مواقفه السياسية. أهلا بك. شكرا. يعني في البداية دعني أسأل، يعني ما هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا، أشكركم على الاستضافة. أولا، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة عمومية استشارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وهي بمثابة إطار وطني للتشاور بين الإدارات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية غير الحكومية المهتمة بترقية وحماية حقوق الإنسان. وتعتبر اللجنة جهاز استشارة ومراقبة وإنذار ووساطة وتقييم بمجال احترام حقوق الإنسان. طبعا هي هيئة دستورية، الهيئة الدستورية تنقال للهيئة اللي مبوبة لها الدستور، وهي مبوبة لها الدستور في 1997 كهيئة استشارية دستورية، كيف المجلس الاقتصادي، كيف الفتوى والمظالم، ومعدلتها معدلها قانون نظامي، مما يدل أيضا عنها هيئة دستورية تعنى بحماية حقوق الإنسان، ترقية حقوق الإنسان، ومراقبة وضعية حقوق الإنسان، والتعاطي مع الجهات المعنية سواء كانت عمومية أو مجتمع مدني مهتمة بحقوق الإنسان. طيب، طبيعة علاقتها مع المجتمع بشكل عام، علاقتها مع المجتمع، أولا هي تعنى بحماية حقوق الإنسان، بطبيعة الحال نتعد مهمتها حماية حقوق الإنسان، علاقتها مع المجتمع أكيد. هي تعنى بترقية حقوق الإنسان، ترقية حقوق الإنسان، نشر ثقافة حقوق الإنسان، تعبئة، توعية، تحسيس في المدارس، تحسيس في الأماكن العمومية بالديبليان، بالسلوغان، بالمنشورات، في المدارس، عن طريق التلفزة، عن طريق التوعية، عن طريق التثقيف القانوني. في ميدان الترقية عندها مجال واسع، وفي ميدان الحماية عندها أيضا مجال واسع. ينقال عن السر في تعداد الهيئات بهم، اللي هي كل دولة قليلة دولة ما فيها لجنة وطنية لحقوق الإنسان مبنية على نفس الأسس اللي هم البرينسيب دو باري. ينقال عن السر فيها بما أن الأمم المتحدة هم اللي وراء إنشائها عن طريق قرار من الجمعية العامة، تضمن اعتماد مبادئ باريس. عنها الأمم المتحدة تجيهم المنظمات غير الحكومية وتعطي صورة سوداء، وتجي الحكومة وتعطي صورة عكساك. كان من المفروض أن تعود بينهم هي عندها من العمومية اللي بيدها في اللي يجري على مستوى الرسمي، وعندهم اللي الارتباط مع المجتمع المدني، وغير هي اللي مستقلة، ذيك الاستقلالية مهمة بها اللي هي اللي تقدر تعدل بها، هي اللي الفرق بين هي والهيئات الاخرين كيف مفوضية حقوق الانسان اللي هي حكوميه وغيرها. طيب، هي واضح يعني فهمنا ولو قليلا علاقتها مع الحكومه ولها علاقه مع البرلمان، ما علاقتها مع المحدود علاقتها مع الامم المتحده؟ هي عندها دور اخر، هو عنها اولا تساعد في تنفيذ توصيات اللي تصدر عن هيئات وهياكل الأمم المتحدة، سواء في ميدان
الطفولة، في ميدان المرأة، في ميدان التمييز، في ميدان في كل هاي الميادين تصدر بعض من التوصيات. عندما تقدم الدولة تقاريرها تصدر بعض من التوصيات، تلك التوصيات نحن مسؤولين عن متابعتها مع الدولة من أجل تنفيذ كشريك بطبيعة الحال، من أجل تنفيذ التزاماتها، من أجل تنفيذ التوصيات اللي متوفرة إياك إلى تات الدولة تقدم تقريرها المقبل. يعود ذاك اللي كان عندها من التوصيات تم تعاطي معها بصيغة إيجابية. هون تلعب هي دور وسط بين الجهتين الحكومية والأمومية، لأنها تتعامل مباشرة مع هياكل الأمم المتحدة كشريك. طيب. ولذا في تقديم الحكومة الموريتانية لتقريرها مؤخرا قدام مجلس حقوق الإنسان، تم استدعاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كنا حاضرين وطرحوا لنا أسئلة. نحن حضرنا الأسئلة اللي انطرحت على الحكومة وعلى التقرير اللي قدمت الحكومة، وبالنهاية على التوصيات اللي قدمت للحكومة، طبعا في جو من التعاطي الإيجابي بين الحكومة. طيب، من أين تحصل هذه الهيئة على تمويلها؟ يعني ميزانيتها تحصل عليها من يمول هذه الهيئة؟ تمويلها يحصل من أساسا ولزوما من عند الحكومة. من عند الحكومة الموريتانية. هي ملزمة الحكومة بأنها تمولها، وأنها تمولها بالدرجة اللي تسمح لها بأنها تعود تعدل عملها، وتسمح لها بأنها تعدل باستقلالية. إذن هي يمكن اعتبارها من الجهاز التنفيذي يعني. لكن تابع للجهاز التنفيذي للدولة. تابع للجهاز التنفيذي. هي ممولة كي قلت لكم أساسا من خزينة الدولة، خزينة يعني خزينة الدولة العامة، يعني من مال الشعب كما يقال، من مال الشعب. ولكن مفتوح لها الباب بعنها، لا مانع لأن تتعاطى مع الجهات الممولة الأخرى، ما هي ممنوعة عليها، لأن بعض من الدول تعود لا مانع، لكن الذي يضمن بقائها وسيرورتها هو الميزانية التي توفرها خزينة الدولة. لا، هو يعني هذا يعطيها نوع من التبعية لل تمويلها من قبل السلطات العمومية، ولا مانع لها من أن تعود. ذلك باب آخر يعني مفتوح لها لتوسيع مداخلها، لا مانع. لكن في النهاية الذي يضمن أن تحصل على شيء في حال لم تحصل على التعاون هو الدولة يعني. طبعاً. يعني مال الشعب. هو طالما أن الدولة ما وفرت لها الوسائل، معنى عنها ما هي. إذن هي جزء من الجهاز التنفيذي في نهاية المطاف. لا، هي جزء من الجهاز التنفيذي. هذا طبع عمومي كما قلت. لأنها هي مستقلة. جهاز الدولة الموريتانية والله الدولة قاعدة بصفة عامة بأنهم هم هيئة موجودة من الدول كلها، صممتها بطريقة تعود عندها بها استقلاليتها. ولذا هي ما فهم حد يطلع. إذن لديها الآليات التي تكفل لها استقلاليتها. لديها الآليات التي تكفل لها استقلاليتها. وأنتم رئيس اللجنة الآن تشعرون بهذا، يعني ما في مشكلة. الآليات هي عودانها لا تتلقى أوامر من جهة هيا كان. وأنتم رئيس هذه اللجنة الآن، صحيح؟ يعني لا تشعر أن هناك أي شيء يخل باستقلالية المؤسسة. هذا هو المهم. نقطة نختار نقول لك فيها شيء اللي مهمة. اللجنة بنصوصها مستقلة تماما، يعني بنفس المسافة بين المواطنين كاملين، لا يعنيها حد موالي ولا يعنيها حد معارض. جميع الموريتانيين، جميع الهيئات، جميع اللجان هي تعنى بالتعاطي معها على قدم المساواة. إذا لا فرق، ما تلعب دور سياسي والدولة لا تتدخل في شؤون، ولا بهم جهة، ما بهم جهة تعطيها تعليمات ولا توصيات حكومية أيا كان، لا رئاسة الوزراء، لا وزارة العدل، ما في أي جهة تعطيها أبدا. أنتم تشعرون باستقلالية تامة. استقلالية تامة، هذا هو المهم. تحدثت عن دور وساطة ودور مراقبة، دعنا نتحدث أولا حتى نفهم أكثر، يعني كيف تراقبون ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان؟ يعني ما هي آلياتكم لهذه المراقبة؟ نعطيك مثال بسيط، هو مراقبة أماكن الاحتجاز، الناس المحرومة من الحرية، الحراسة النظرية، السجون. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عندها إمكانية زيارتهم تلقائيا، حتى زيارات مفاجئة لمعرفة الوضعية الحقوقية لكل إنسان معتقل، كل إنسان في حراسة نظرية، كل إنسان محروم من الحرية مؤقتا أو نهائيا. ونعطيك مثال بسيط، هو ما جرى مؤخرا، كانت
فرصة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرف بها أولاً اللي قلت أنتم مارك عنها مستقلة عما فيها جهة تعطيها التعليمات، تعرف بها أيضاً عن تعاطي معها الحكومة عنه إيجابي كشريك وكمستشار، وتعرف بها أخيراً عن تعاطيها مع المجتمع المدني عنه إيجابي. لماذا؟ لأن المجتمع المدني وهيئاته، رابطة الصحفيين الأهالي، الأسر، زاروا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعبروا عن ذقتهم فيها كي تتعاطى معهم لمعرفة أماكن الاحتجاز، لمعرفة وضعية المعتقلين. وكانت فرصة للجنة، زارت جميع المعتقلين بكل حرية وبتعاطي إيجابي مع السلطات، ووفرت للجميع محامي، والله زاد حرصت عن الجميع يوفر له محامي، حرصت عن الجميع خاصة ذو اللي طلبوها يوفر لهم طبيبهم، حرصت عن الأهالي يزوروا المعتقلين، وعرف وتأكدت من الظروف لأنها وقفت عليهم ظروف الاعتقال وآجال. إذن كل ما من شأنه، كل ما يتعلق بظروف الاعتقال كاملة وبضمانات يعني الاعتقال، ليست لديكم معاخر تشعرون بأنكم تتحركون في استقلاليتكم باستقلالية تامة، وفرتها اللجنة. وكان الجميع رابح في العملية الأخيرة اللي حركت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاطي معها المجتمع المدني والأهالي اللي توصلوا لها، وتعاطيها هي مع السلطات، كان الجميع رابح. كانوا أولاً جميع شيء من كان هذا جميع كان جميع المواطنين اللي في وضعية الاحتجاز وفروا لهم محاميهم، وفروا لهم زيارات الطبيب، وفروا لهم زيارة الأهالي، وكانت الآجال محترمة شيء ما. أيضا السجون لكم الحق في زيارتها، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خرجت منها ناجحة أيضا لأنها لعبت دورها، وحتى الحكومة خرجت منها ناجحة لأنها تقول عن في ميدان الحراسة النظرية اللي خرجت في ذيك الفترة عن الناس كاملة ووفروا لها الضمانات القانونية. أيضا تزورون السجون وتطلعون على أحوالها، نزور السجون ونزور أماكن الاعتقال كاملها مباشرة ودون أي قيد أو شرط. هون الجدول مهم اللي عيات الناس تقول فلان انكردي غير احنا ما نعرفه منين. دور اللجنة الأركاتي عن ذاك النوع يعود مات الخالق اللي الأكثر فيه حسب المعلومات اللي عندنا لك عنه يعود قاع ما كان سياسة منتهج، لأن ما الجهات بتطر اللي معنية به وحصلت حالات يعني لا يعرفون مكان الاحتجاز. نحن اليوم قدنا نأكد عن الأبواب اللي فاتحة من السلطات مع اللجنة يسمحوا للجنة بأنها تعود تعرف في الدقيقة الأولى كل إنسان منين محتجز، لأن هذه هي الضمانة الوحيدة اللي عند كل إنسان منين ينحرم من الحرية بأي سبب لأي سبب، وعن أهله يزوره، وعنه محاميه يزوره، وعن آجاله تحترم. وهذا ضرك من نعدله شوي شوي لعدنا نجحنا فيه المرة الماضية بحكم التعاطي الإيجابي مع السلطات ومع المجتمع المدني ومع الأهالي، نعتبره عنه نجاح قيم يلين يستمر ونمر عليه العقلية ونمر عليه الممارسة يعود نقطة إيجابية. طيب حسب اللي ظهر هذا سيحيلنا إلى مسألة، يعني نحن ربما دخلنا يعني بشكل تلقائي في بعض التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. دعني أولا أعرف منكم ما أبرز التحديات التي تواجهونها. تحديات أساسا اللي نواجهه في الوقت الحالي هي أولا الناس ما هتعد تعرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لا هتعد تعرف عن من يعود عندها شكاوي، من يعود عندها تعتبر عن فم انتهاكات لحقوق الإنسان أو ظلم، عنها تقد تلجأ للجنة الوطنية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعدل شكاية أمام اللجنة. اللجنة تستقبل الشكايات، ينقال عن اللجان اللي يستقبلوا الشكايات، لأن بعض من الدول ما مسموح لهم يستقبلوا الشكايات. اللجان اللي يستقبلوا الشكايات عندهم نوع من الصلاحيات شبه قضائية، ينقال لهم كازي جوريديكسيونيل، لأنها تستقبل الشكايات، لأن القانون عاطيها عن استقبال الشكايات. طبعا ما تفض النزاعات كيف القضاء اللي ما عندها ذيك الصلاحية، غير تستقبل الشكايات، تقدر تعدل الوساطة، تقدر تعدل المتابعة، تقدر تمشي شاور الجهات المعنية من أجل حلها. يقدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهون مهم مفتوح بابها الجهة كاملة، منظمة أو شخص أو أشخاص، مجموعة من الأشخاص يعتبروا عن انتهكوا حقوقهم أو عن عند فم ظلم يتعرضوا له،
يتجهوا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يسجلوا شكايتهم، شكايتها عندها بروسيس يستقبلوا بما فيها التعاطي في الأخير مع السلطات المعنية والله الجهات المعنية سواء حكومية وسواء غير حكومية. يعني هو على أي حال نحن سياق التحديات دائما، يعني هو فعلا حصلت بعض الاعتقالات التي فعلا أمضى البعض لم يعرف أين ذهب بهم. هناك شيء قديم يعني قبل وصولكم للجنة وشيء بعد وصولكم، هناك وجهة مثلا أمضى فترة دون أن نعرف أين هو. سجن النساء حصلت فيها أيضا حالات وهناك أشخاص لم يحاكموا حتى الآن في سجن النساء، يعني وانتشرت قضيتهم في الإعلام. هناك أيضا والوديعة أمضى فترة قبل أن يسمح للأهلية بالزيارة، يعني يعني حصل ذلك لاحقا إلى آخره طبعاً. وهذه حالات أيضا حصلت يعني، يعني حالات ما جعل الناس تطلق عليها حالات اختطاف، وإن كان هناك طبعا لا بأس إن كان هناك يعني بين قوسين، لنفترض أن السلطة لا تختطف إذا أرادت أن تأخذ شخص عليها أن تأخذه نهارا جهارا، لكن أن تأخذه إلى مكان مجهول ثم تمضي يومين أو ثلاثة أو أربعة بعد ذلك تفصح عن مكانه، يعني هذا التصرف كيف تتعامل معه؟ هل هو مقبول أصلا؟ لا شوف، هم الحقوق اللي عند الإنسان اللي محروم من الحرية هو أنه في أسرع وقت بصفة مبكرة تماما يلتو أول شيء يعودوا أسرته أهله يعرفوا هو من أين، يلا يجبر محامي، يلا يعود بظروف لائقة، ويلا يحترموا الأجال فيما يخص التعاطي معاه إلى عاد فم محضر لا يعدل والله. بقدر ما نحن مرتاحين للتعاطي معانا الإيجابي في ميدان في موضوع الشخصيات اللي انكردت مؤخرا من هو وديعة اللي ذكرته أنا كنت أول إنسان يزوره، بقدر ما أيضا نعتبره عن فم بعض من النواقص مازالت إن شاء الله راجل عنها يقلب عليها، لأنه زرناه يغير زرناه بعد أيام من بعد أيام يعني. لكن أنا بعد اللي طلبت زيارته قد ما اللي نذكر عني زرته يوم جية بي اللي ما كنت هون يوم جية سمح لي بعني نزوره، وزرته بصفة يعني سلسة سلسة، وحرصت عن جيه أسرته في نفس اليوم ومحاميه لعد ما هو نفس اليوم جاء مع الصباح. طيب هناك أيضا حالات أخرى يعني يتم الحديث عنها في السجون، أشخاص أودعوا السجن ونسوا لم يحاكموا ولو للآن ما زالوا السجون، وهذا منهم حالات التي ظهرت مؤخرا في وسائل الإعلام ما يتعلق بالسجن. هذه حالات يعني وأنتم أنت قلتم بأنكم تزورون سجون لتلاع الأحوال، افترض أنكم على علم بهذه الحالات بعد زياراتكم صحيح. وأصبح لديكم تقويم عن ما يجري، ما هي الخروقات التي تعتبرون أنها حاصلة بعد الزيارات التي صحيح. قمتم بهذه السجون؟ بعض من الحالات نحن نعرف عن دائما الحبس الاحتياطي اللي هي الفترة اللي مضي رجاج محروم من الحرية قبل أن يحاكم، أنا عيادة تخلق فيها ياسر من انتهاكات حقوق الإنسان. أنا أولا ما يلا تخلق ما هو نيت الضرورية، فم حالات نص عليها القانون هي يلا تخلق هي اللي يلا تمولها ينحبس سابق يحاكم في حالة أنه مخيف عليه من يهرب، في حالة أنه مخيف عليه من يرتكب جريمة أخرى، في حالة أنه مخيف عليه من يخفي مجرم خطير أو مجرم حالة خاصة. هذه الحالات تعود خارجة قد يسمح للرجاج بأنه احتياطيا ينحبس قبل أن يحاكم، ولكن يلا تعود استثنائية للأسف التجديد عيادة تعود ما هي استثنائية به اللي ياسر من الناس. وأنا جيت نلاحظ زمني نقيب الهيئة الوطنية للمحامين وراني ياك كنت نعدل ديك الساعة لا هو كيف اللي كنت نعدل غيرك مازال لا نفس الشيء ما في تغير وسوشن هو كون اللي ديك الساعة نعدله من منطلق نقابة المحامين واليوم نعدله من منطلق اللجنة منطلق أكثر هو أريحية أكثر شمولية حتى اللي أكثر اللي عندنا من الصلاحيات نعدله به عين نلاحظ عن فم ياسر من الناس ينسى، فم ياسر من الناس طول فيه المدة ما نبررها التحقيق ولا نبررها ضرورة التحقيق وإنما نوع من النسيان والله نوع من تراكم والله نوع من والأكثر فيه يعود الناس ضعاف ما فهم حد وراهم ما فهم حد متابعهم ما فهم حد محامي. وأنا أتذكر عني قد جيت مرة للمدعي العام بموضوع واحد جبرته والدته قدام السجن وقالت لي عنه له شهرة ولفته حاكم وسوق عليه شوي عنه سرق التليفون والله شو ما أعرف شنو وأحيانا دون توجيه تمه حتى واضحة سبعة أشهر يعني ومشيت مباشرة إن شاء الله للمدعي العام من دخلت عليه لحقته عنده تليفونه ويقول للرجاج هي رقمه شنو طيب ان شاء الله ان شاء الله منين فقال لي تفضل سيدنا نقيب شو الدور قلت له ندور نتوجه في الرجاج
ما يخاف عليه من يتلفن لك حد في أخبار، ولا يخاف عليك من تقول له إن شاء الله وحاله. يغير صيد المدعي العام قتر خارج ياسر، والناس في السجن خارج ياسر، الناس موجود اليوم في السجن ما عنده حد يتابعه، ولا عنده محامي، والأكثر فيه ما عنده باش يقبل محامي، ولا وفرت له المساعدة القضائية المجانية اللي في العالم كامل يقبل محامي غير هما. هذا وضعيتهم اللي ما يجبروا حد يوقف عليها، يقدروا يمضوا عمرهم كاملين. وطرحت ليك القضية وسواتي غير خاطئ ليك القضية خارج ياسر من القضايا، لكن نحن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعالجوها، لا يتهتم بهم ولا يتعالجهم، وفتنا حصلنا على قدر منهم وحصلنا على بعض آخر على مستوى من المعلومات على مستوى محكمة الاستئناف، مازالوا أهلهم ما تحاكموا نتيجة لبعض العراقيل اللي تقد تزول، ونقدر نتعاونوا مع الناس عنهم يزولوا، لأن طيب. الإنسان في بعض الأحيان يعود بريء ويعود. شاهدنا كثير من الناس يدخل السجن لأسباب بسيطة تافهة، أحيانا مشاجرة، ومنين يقع يحاكم ويبرأ، يقدر يبرأ فيتعادلوا 6 شهر، يبرأ فيتعادلوا 7 أشهر في السجن، عام وعامين حتى، وعام وعامين في السجن، ويبرأ في دولة ما هي اللي نظامها ما يسمح بالتعويض. من عندك قال لك تبري وتماشي غير عماني الاثنين اللي مضيت في السجن، يعني تعويض معنوي ما في، حتى تعويض معنوي ما وفر ولا فهم تعويضه. يعني هذه النظام يعني موجودة هذه الحالات اكتشفتموها دول شبه المنطقة كاملين، خلافا للدول الاخرين اللي ينكر درجات ويعود يبرأ، يعوض له عن فترته ويعوض له عن. سنبقى في موريتانيا دائما، يعني هي التي تهمنا الآن، يعني ونستبقى أيضا في سياق التحديات أيضا. يعني فيه مرة سمعت أو تم تداول أن بعد الاعتقالات الأخيرة يعني بعيد الانتخابات حصلت مجموعة من الاعتقالات أيضا، كيف تعاطت اللجنة مع هذه الاعتقالات بشكل عام؟ يعني لا مهم اللي كنت نقول لك، أنا زرنا الجميع، جميع المعتقلين زارتهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجميع المعتقلين مضارك على الأرض دور تزورهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يعني وجميع المعتقلين تعاطي السلطات مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التعاطي معهم إيجابي، يعني الباب مفتوح للجنة عنها تزورهم، والباب المفتوح للجنة عنها في إطار استشارتها اللي تقدم للحكومة أن تشوف تجاوز يسوى شنو، تجي للجهة المعنية وذل للأمانة الأمثلة الماضية ما لاحظنا فيه ما لاحظوا شيء. طيب سنعود الى هذا، وهناك ايضا قضيه اخرى كنت اود ان اطرحها وساطرحها ان شاء الله، وهي قضيه جده والوداد، يعني هؤلاء مدونين اعتقلوا، وسمعت ان اللجنه زارتهم، ويعني التعاطي فيما بينهم لم يكن وديا. سنعود الى هذا الموضوع، ساخذ فاصل قصير واعود اليك. أنا مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم في الصميم يتواصل، فاصل ثم نواصل. عدنا والعود أحمد إن شاء الله. مجددا نرحب بكم ونرحب بضيفنا أحمد سند بحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهلا بكم مجددا. يعني ذهبنا إلى الفاصل وعدنا، يعني ذهبنا ونحن نتحدث عن المدونين، يعني جدوا أعتقد سالك والودادي أيضا. طيب هؤلاء هل زارتهم اللجنة؟ فعلا زارتهم اللجنة، وفعلا كان التعاطي ما هو إيجابي حتى، غير هذا لا من ضمن الأمور اللي قلت لكم عنها من التحديات. يعني أيكم هو اللي التحديات اللي تواجه اللجنة منهم أساسا عن ما فهمت الناس دورها. الشيخ الجدو زارته اللجنة، زيارتنا له فتنا اتصل بنا المحامي وقال لنا عنه ما عنده ملف، وقبلنا اتصال مع وزير العدل لأن الملف في الساعة عند النيابة، على الأقل المعلومات الأولى اللي كان يالله يتلقى بخصوص الزبناء اللي عنده، من قد عنهم يكانهم تمت إحالتهم، يكانهم حالوا لقاضي التحقيق، يكان فهم أمر بالقبض، أمر بالإيداع، هذه معلومات قالنا عنه ما حصل عليهم، واتصلنا بالوزارة، وفعلا بعد لقائنا مع الوزير النيابة سمحت له بأنه يحصل عليهم. غير بعد ذاك زرناهم هم، وزيارتنا لهم ما كانت ودية حتى بالشيخ الجدو. قال عنه ما مستقبل اللجنة،
وهذا لا من اللي يدل عن ياسر من الناس يعني ربما كان محتجنا ياسر من الناس ما هات عاد يعرف وصلتوا متاخرين ام شيء من هذا القبيل لا لا فات جاتوا اللجنه سابق ذاك وعدلت معاهم لقاء طويل ومطول وايجابي تماما غير اللقاء الثاني رفضوا التعاطي مع اللجنه والاسباب اللي طال الشيخ والجدو كيف كترك تدل عن ياسر من الناس ما هات عاد واعي مهمه اللجنه بي اللي قال عنه ما هو متعاطي مع اللجنه لسببين السبب الاول عنها معينتها الحكومه وعنها تخلصها الخزينه العامه وبالتالي عنها ما تقدر تزيلهم شيء. السبب الثاني عن امنيستي انترناسيونال ويومان رايت واتش لمنظمات حقوقيه دوليه عدلوا بيانات شديد اللهجه في موضوعهم وعن نحن اللي لجنه وطنيه ما عدلنا بيانات شديد اللهجه. طبعا ردينا عليهم ردينا اساسا على 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 الودادي اللي هو اللي تعاطى معانا الاخر ما تعاطى قاع ردينا عليه عن العاد ذا هو الظاهر للشيخ والجدو عنه شايف على اللجنه ومن خلال الشيخ والجدو ياسر من الناس الاخرى اللي مختارهم فقهوها في دور اللجنه عن هذا عن ظالمها فيه. اولا اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان والله المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب في تونس في الجزائر في كوت ديفوار في السنغال في الدنمارك في بلجيك كاملين من عينتهم الحكومة كاملين مولتهم الحكومة وكاملين هم المؤسسة الأساس في الدفاع عن حقوق الإنسان وترقية حقوق الإنسان وبلدانهم لأن يعني أن هيئات حقوق الإنسان منظمة تنظيم يسمح لها بأنها تعود مستقلة وتلعب دورها وكاملات معينتهم الدولة وكاملات مولتهم الدولة. ثانيا فيما يخص موضوع ويمان رايت واتش قلنا له وامنيستي انترناسيونال وبيانات شديد اللهجه، نحن ما دورنا نعدلوا البيانات شديد اللهجه، هذا دور المنظمات يعدلوه بهم اللي يتوقفوا فهم، لا يعدلوا بيان شديد اللهجه ويطرحوه ويقيسوا المنزل، نحن لا عندكم نحن مصادر. عندنا فرصة عندكم تدخل عند اللي مشكل يعني عليهم هم نقبضوه ونقيسوا به السلطه ونسووه، وعندنا مثال واضح فيما يخص قضيتهم هم الشيخ والجدو عبد الرحمن الودادي هو عنا حركنا ملفهم لين علمنا عنه متوقف على مستوى المحامي. إذا أي رواية لاحظناها يسوى شنو عندنا فرصة بدل من نعدلوا بيان شديد اللهجة عد فيها عندنا فرصة أن نتعاطاه مع الملف الإيجابي. إذا موضوع الشيخ والجدو فعلا موضوع أساسي من التحديات اللي مازلنا احنا نجبروا على الناس ما هات عاد فاهمة دورنا الأساسي ولا هات فاهمة. طبعا قال مرحلة معينة بما أن مجينا الزامن مع طريسته عن مشيتنا الحكومة ياك غير قاعد ما يخسر شيء قال مشيتنا الحكومة ياك ينطرس هذا جيد طبعا. طيب في مسألة أخرى قبل أن نتجاوز نقطة التحديات هذه كيف أريد أن أعرف كيف تتعاملون معها وهي مسألة فعلا تؤرق الشارع الموريتاني لأنها تهم الكل تهم المواطن البسيط تهم الحمالة تهم العمال اليدويين تهم أصحاب الحرف تهم الموظفين العموميين تهم كل شيء. هؤلاء أناس يضغطون للمطالبة بحقوقهم أو للمطالبة بامتيازات عن طريق ما نسميه بالمظاهرات أو الاحتجاجات. هي احتجاجات يتم التعامل معها بشيء من القمع أحيانا يعني مسيلات الدموع أحيانا قد تذهب روح شخص في هذه المسيلات وهذا الضرب وهذه الزحامات وطريقة الهجوم التي تقع عليه. صحيح. هذه حالة أيضا مطروحة يعني لا أعتقد أنها طرحت قبل الآن لكن مطروحة يعني كيف تعاملكم معها؟ التعامل معها واضح حق التظاهر حق يكفله القانون يكفله الدستور ولا يقدر يمتنع على رجال غير التظاهر بأحكامه التظاهر عنده مقتضيات عنده ضوابط إلين تعود معدل تظاهرتك في بيتك ما مسوي لك حد عن شيء غير إلين تعود معدلها بلا فوا بيبليك الشارع العمومي الشارع العمومي ذم حقوق أخرى يالتها تصان به اللي ذم المواطنين ذم ممتلكاتهم ذم المارة ذم الممتلكات العمومية وبالتالي الشارع العمومي عنده شيء خص به. منين تعود تحركك لا يتعدلوا في الشارع العمومي ما معناها أنك ما تقدر تعدل التحرك في الشارع العمومي لين تعد تحركك لا يتعدلوا في الشارع العمومي لازم تخبر لأن الشارع العمومي تحت رقابة السلطة إذا عندك لازم تخبر السلطة لأنك لا يتعمل الشارع العمومي يعني هو إشعار وغالبا الاحتجاجات يعطون إشعار يعطون إشعارات يعني لا بد لك من تعلمهم يعودوا يعرفوا الجهة يعودوا يعرفوا الموضوع الوقت يعودوا يعرفوا الوقت يعودوا يعرفوا من منين لا يتنطلقوا
بده يعرفوا شنو هو الاتنرر اللي تقبل. يعني هذا لابد من اجل الضوابط، بما انه على الشارع العمومي لازم تحل انت به، سابق تعطيه سابق تعدله، منين تعدله ما تحليت يعني به، هذا مفهوم معروف، منين تعدله ما تحليت ما تحليت به تعود عرضت راسك لياسر من الروايات. طيب. مبرره لان طيب استاذي السلطة. ولكن يعني ولكن في المقابل هذا في المقابل اذا انت عدل ذا اللي هو تشعر واللي هو تنعت من وراء هذه التظاهره واللي هو تنعت صونيتي نرير من منين لا تمشي منين قايس شنو هدفه شنو شعارها وعن الناس اللي لا يتميها. مع ذلك يحصل قمع ويحصل لا يجوز للسلطه عنها تمنعك وبالاحرى تقمع. طيب هذا غالبا يحصل، انتم كيف تتعاملون معه؟ يعني اريد تعاملكم مع حصل شيء ما هو قانوني ولا هو صالح. اذا كل ما كانت هذه الضوابط التزمت بها الجهه اللي معدله النظام اللي معدله التظاهره اذا تبسكت بهذه المسلكيات اللي قلنا عنها تقتضيها قضيه الشارع العمومي وتقتضيها صيانه بعض من حقوق الاخرين لا تقل اهميه، لا مبرر للقمع ولا مبرر لمنع التظاهرة. وهذا أنا شاك أن نحن أركات إياها بصدد بعض من التعاطي مع الموضوع. نختاروا كي قلت لك أركاتي لعدنا اللي في الفترة الأخيرة ذو الأسبوعات الماضيين لاحظنا عنا قطعنا شوط شوي في قضية الناس اللي معتقلة عنا عدنا قدوا جوها وعادت قد جوها أسرتها وجيها محاميها وجيها طبيبها ويرسبكتها وليدلي فيها. مع الوقت نختاروا يعود اسلوب عاد مسألة الاحتجاجات يعني نختاروا ملي قضيه التظاهر تتحل الناس. هذه مشكله كبيره يعني غالبا تتحل الناس بالطريقه القانونيه. اياك ما تعطي لا اصلا لا تعطي مبرر للسلطات نسبه الوعي بهذه المساله يعني تقتنع السلطات ايضا انها الين يعود الجهه شعرت وعدلت تلك الاجراءات اللي يقتضيها التظاهر على الشارع العمومي يا الله السلطه تعرف ملي عنها لا يحق لها منع ولا يحق لها بالاحرى القمع. وان وقع هذا هو حاصل يعني يعود حصل وهناك ضحايا للقمع احيانا يكون اشخاص يصابون ان وقع انتهاك لحقوق الانسان. تتعاملون مع هذه الحالات؟ نتعامل مع هذه الحالات، نتعامل مع كل شيء. احنا متباركين ما هي اهم وسيله لديكم للضغط على الحكومه؟ ان شاء الله بسيط، ما في ضغط على الحكومه. انا قلت لك الى حد الساعه نعدل مع الحكومه ان قالوا التعاطي الايجابي ستادير عن الحكومه قابله عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عنها مستشار لها عنها لا يتعاونها لأن حماية حقوق الإنسان ترقية حقوق الإنسان السلطة هي اللي كونتابل ريسبونسابل هي المسؤول الأول. نحن لا نعاونها لتعدل المسؤوليات يعني في النهاية هو نحن نعاون السلطة عالمية لتعدل المسؤوليات غير منين تعود دولة كاملة العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيها والسلطة علاقة واضحة قابلة السلطة تصنتلها قابلتها السلطة كشريك قابلتها السلطة كمستشار ومخليها لها استقلاليتها يتقدموا حقوق الإنسان فيها. ونقول لك يعني إلى حد الساعة ما فهم أي مبرر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضارك تشقر شيء لا على تعاطيها مع السلطات في ميدان نصوحتها وفي ميدان استشارات اللي تقدم لها ولا في ميدان تعاطيها مع المجتمع. طيب. ولذا نعتبر عنها تقتل العب دورها. مسألة أخرى يعني قد نخرج بها قليلا ولو قليلا يعني في نهاية الدقائق الأخيرة من البرنامج، يعني أنتم في النهاية شخصية الحمد لله معروفة يعني شخصية عامة وكنتم معارضا يعني مشد حتى أنكم ترأستم منتدى المعارضة الديمقراطية في مرحلة ما، ثم تحولتم فجأة، يعني ما سر هذا التحول؟ لا ما تحولت فجأة، دائما يقولها لي شمل الناس نقول له ما تحولت فجأة. تعرفتني مدافع عن حقوق الإنسان كمحامي كنقيب للهيئة الوطنية للمحامي رأيني لك مدافع عن حقوق الإنسان اليوم. عرفتني ندد بانتهاكات حقوق الإنسان وندد بانتهاكات حقوق الإنسان. عرفتني واقف ضد التعسف وضد الظلم، ما زلت واقف ضد التعسف والظلم. غير اليوم عندي آلية ما كانت عندي يامس. يعني يامس نوقف نعدل انتهاكاتي، نعدل معناها تنديد، ونعدل بياناتي شديد اللهجة، ونعدل اصطداماتي اللي عدت من ياسر في الماضي. يقير اليوم عندي وسيلة أخرى. هو عني ذل شاهد السلطة فاتحة لي الباب كمستشار لها عني نصحه، ما انا عني اي روايه فطنت لها، والله لاحظتها فيها انتهاك لحقوق الانسان، جهه موجوده وانا عندي بها اتصال مباشر لان السلطه اعطتنا هاتف نقدر نتصل باي وزير اي دقيقه.
ويعتبر عنا مستشار له، يعتبر عنا جهه تعاون السلطه على تلعب دورها اللي هو دور حمايه معتقلاتهم. هذا ليست فيه مشكله الان، يعني نحن لا نتحدث عن موقف، يعني انت كنت ولجت باب السياسه في النهايه، دخلته من اوسع الابواب وترأست منتدى المعارض الديمقراطي بما فيه كل احزاب. صحيح. يعني في فتره، ولكن دائما نقول حتى ان وصل الامر الى كان الناس تتوقع ان تكون مرشح حتى للمعارضه. طيب. يعني طيب كل هذا وفجاه دخلت على العمل السياسي. تبغى نرجع لك شوي للموضوع، يعني لنقول في دقيقتين، يعني دقيقتين لنقول لك فيه عني. اولا دخولي لمنتدى المعارضه ودخولي المعارضه بصفه عامه كان اكثر هو نوع من الطموح للبلد من هو انخراط في السياسة، ولذا أنا ما قد عدلت حزب سياسي ولا قد عدلت كالتيار سياسي. ياك يعني تم دائما إلى عدلت شيء ما يجد حد يقول لي اتفقتنا معك، ما فهم حزب، ما فهم جهة، ما فهم قبيلة قد وقفتها معي في السياسة، عدت منها مسار وحدي يقير ذاك اللي كنت نعدل فيها. نوع من الطموح للبلد عني ندور له أكثر من العدالة، وكنت أشوف ذاتي طبعا في أفكار المنتدى يغير ما قدتش حتى عن المنتدى عني ملي لاحظت عن المسار انه ما هو سليم حتى، والله زاد عنه ما هو لا يصب في ذاك اللي ندورانه، ما نبغي هون نخوض في ذاك غير ماش حتى قلتها في وقتها، وبطبيعتي ما قطش حتى عن السلطه ذاك اللي يلا نقولها، ولا ايش حتى مولي عن المعارضه ذاك اللي يلا نقولها ذيك الفتره، يغير تحولي ما خلق، انا ما عدل تحولي يعني، ولذا يعني ولذا لينطمئنك على نفسي وينطمئنك على عداني ما عدل تحول. هي عنك ما لك لا تسمعني قط قلت شيء ما من زدت نقوله، لانك تشوفني قط كتبت شيء ما من زدت نكتبه، ولذا الخط لا يتم لا وحده حفاظا على حقوق الانسان والحريات العداله في البلد. هذا هو الصراع اللي نبغي نعدل ونختاره عن السياسه ونختاره عن المرشح الموحد، نختاره عن كل شيء بي اللي شايف فيه ذاتي ويشابه لي اكثر. طبعا لا اتنكر على ذاك اللي عدلته، واعتبر انه شرف لي رئاسه المنتدى والزملاء اللي في المنتدى والمعارضين اللي نعتبر انا عنهم ضحى ومن اجل موريتانيا ياسر منهم، وان كنت انتقد عليهم بعض من الامور ذمني ياسر من شيء عدلوه واستفدت منهم كثيرا، ولكن انا صراعي قد يعود لهذا هو اخر فيه يعود هذا هو. انا شايف ذاتي اكثر مثل اللي عدلت كنقيب للمحامين، اليوم نعدل نفس الشيء ولكن بوسائل اكثر وبسلطه اكثر وبصلاحيات اكثر، وشاك ان شاء الله نقدر نحقق به شيء للبلد. يعني يمكن الحديث عنكم كشخص الاستاذ احمد سالم بوحبيني انك لست لم تعد سياسيا، لست معارضا ولست مواليا، يعني لا انا دارك وضعيه قاعد نقولها لك، ما نفهم الوضعيه الان عندي دارك، انا دارك ما اقرب لي للسلطه من المعارضه، يكونش الامور واضحه. يعني هل اللجنة يمكن اللجنة قول بانك صرت من شخصيات تكنوقراط كما يقال؟ لا، اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان اللي نراس ما اقرب لها المعارضه من السلطه، ولا هي خاضعه للسلطه باي حال من الاحوال، ولا هي خاضعه للمعارضه باي حال من الاحوال، تخدم ذا البلد وراجيه عن هالبلد اللي يعرفه عن فاصل قاع فيه لو كاملين، وفاصل في ياسر من شيوخر ما فيه هذه الشحنه اللي فيها المعارضه والموالات الا في جانبها الايجابي. ايجابي، يعني الان يمكن نقول بان شخصيه الاستاذ احمد سالم بوحبيني هو شخص تكنوقراط، يعني هل يمكن ان نقول هذا يعني؟ لا، انا قلت لك عني الطابع السياسي قاع تفتيت لك عني في مسيرتي يعني وعارف تشوف في شيء يدل عني قبال منهمك في السياسه، ما نقول لك اني ما عدلتها، والله اني ماني مهتم بها، والله ما لا نهتم بها مستقبلا، غير ماني منهمك فيها، عدلتها من باب عنها قد تنفع في حقوق الانسان، قد تنفع المنتدى، كان تصور اللي عدل المنتدى شنو منين انشئ؟ هو عنه داير التغيير، هو عنه داير المزيد من الديمقراطيه، المزيد من الحريات، المزيد نفس المبادئ هم اللي كانوا عندي زمني نقيب، جبرتهم فيه هو ومشيت فيهم. جابرهم ضرك في اللجنه الوطنيه ومشيت فيهم، وزين عندي الاستقامه اللي عندي في الموضوع، لاني نفس اللي كان عندي ما زال عندي، واللي يعني اني نفس اللي كنت نقول في النهايه يمكن نقول بان الموضوع حسم لمن يسالون اذا كان احمد سالم البوحبيني من الاغلبيه، ليس من الاغلبيه، لا ليس من الاغلبيه وليس من المعارضه، تقدر تقولها حتى لا مغلبيه ولا معارضه، ولذا ما انا كنت شفتني بحمله واحده سوشن. طيب هذا واضح، ما دخلت حمله ولا دخلت شفت. طيب. لاني اللجنه اللي نمثل اللجنة اللي نرأس يالت تعود مستقلة، وهون مكررها اللجنة مستقلة. ما أقرب لها يا المعارضة فضلوا اللجنة لجنتكم، ويا الناس اللي كنتوا شاكين عن اللجنة عنها للحكومة، ما هي الحكومة، الحكومة واحدة. أرادت لها أن تكون مستقلة ووفرت الوسائل لتكون مستقلة ودعمت هذه الاستقلالية، ها هو اللي ناقشت مع الحكومة، وهو اللي لا حد الساعة قد نشهد عليه عنه خلق بصفته هذه الى حد الساعه، لين يتغير ذكر واحد. اذا المستقبل شيء اخر، مستقبل شيء اخر. في 30 ثانيه 30 سكوند كما يقولون بالفرنسيه، ما افاق هذه اللجنه برايك؟ لا اللجنه انا افاقها شوف عنها قد تعود البيت اللي جابروا فيه الموريتانيين كاملين ويناقشوا فيه قضاياهم، كلهم طالوا سجلوا، كلهم يعرف عنها لجنته، ما قرب لها حد اخر منه، ويعرفوا الموريتانيين عن عندهم ياسر من التحديات الداخليه
والخارجية، وعن عندهم ياسر من الفرص الجاية، وعن هذا كامل يتطلب تضافر الجهود. التنمية ما تقدر تخلق دون حقوق الإنسان، الأمن ما يقدر يخلق دون حقوق الإنسان، السلم ما يقدر يخلق دون حقوق الإنسان، الاستقرار ما يقدر يخلق دون حقوق الإنسان. اليوم اللجنة تقدر تلعب هذا الدور بهاللي عندها مؤهلاته، أولا ذايق فيها الحكومة، ثانيا ضايق فيها المجتمع المدني، ثالثا ضايقه براسها تعرف مهمتها والدور تقوم بها. الله اللي مولي عن في الاخير يلا مولي موريتانيين يفهموا عنهم، كان ينقال لهم عنهم لا يتضايقوا، كان ينقال لهم عنهم لا يطاحنوا، كان ينقال لهم عنهم لا يخرج فيهم حرب اهليه. الله اللي عن الشعب عنه عصي على ذاك، الشعب صلب ولا ومسالم يغير مولي يلا يعرفوا عن الامور يلا حد من يشوف ويستبغها. عن اليوم موريتاني يلا تتعرف عن حقوق الإنسان عنهم لازم أن يحترموا ولازم يخرص اللي خاص كامل من النواقص ويتم التعاطي معها بصفة إيجابية من أجل مساواة المواطنين ومزال حقوق. إذن سيد الأستاذ أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك، شكرا لسعة صدركم، يعطيكم العافية، حياك الله. مشاهدي قناة المرابطون أينما كنتم، حلقة في الصميم هذه انتهت، إلى أن نلتقي مجددا، السلام عليكم.